نكمل الجزء الثاني من كيفية حل القطعة الخارجية. تمام ماما؟ احنا اخر شيء وصلنا له بالفيديو اللي فات انه اخذنا اول اداة الوير وقلنا معناها اين، الاجابة عنها حتكون لازم تحتوي على مكان، والمكان ممكن يكون adverb او adverbial. adverb يقصد بها انه متكون من كلمة واحدة، for example here, there, aside, inside, outside. ممكن يقول تكون متكون من جزئين مثل at school, at home. okay، خلصنا من عندها. هسه نجي على الأداة الثانية اللي هو وين. وين معناها متى المن تستخدم للزمان. زين، تكون الإجابة عنها بظرف زمان، وظرف الزمان ممكن أن يكون وقت محدد أو غير محدد. يعني من تشوف وين ورا ما تحذف وتنزل الجملة تخلي ببالك إنه لازم شنو، لازم إنه يكون الجواب محتوي على زمان. بس مثلا تقول ستاني حذفت ونزلت بس ما لقيت زمان. ليش ما لقيت زمان؟ لأن أنت ببالك إنه الوين الإجابة عنها بس ساعة. لا، الوين الإجابة عنها تكون ظرف زمان، بس ظرف الزمان ممكن يكون محدد ممكن يكون غير محدد. محدد يعني شنو؟ يعني مثلا ساعة، اوكي، وقت ساعة. ممكن اجزاء اليوم، in the morning, in the evening, at night, last, yesterday. اوكي، next، هذا وقت محدد. ممكن يكون، او مثلا هسه انا اعطيتك مثال today او غيرها. لكن مرات يكون غير محدد. شلون غير محدد؟ adverb of the frequency always, often, usually, rarely. هذين شنو؟ هذول ترى ما تنا يعني زمان، هما تن تعتبر إجابة على الوين أحيانا يعني، بس شنو؟ ما محددات. for example I always go to the mosque مثلا. شو تقول؟ تقول أنا دائما أروح للجامعة. الالويز هاي هم يعتبر يعني زمان لكن غير محدد. ممكن هما تن ذكرنا الالويز for, just, late, early, ever, since, same time, seldom, often, now, never, already. هذن كليتهم شنو؟ دول كليتهم ظرف زمان. late والearly ظرف زمان. on time ظرف زمان. okay، فانتبه على هاي. For example, when does he go to the gym? when، أحذف الوين. does، تحذف أضيف أسد الفعل، حصير he goes to the gym. شوف إيش لقيت بالقطعة، لقيت بس كلمة early. early زمان لا مو زمان، وفت الوين لا مو وفت. إيه نعم، لأن early زمان. زين، نجي هسا الواي. واي معناها لماذا، أقول عليها لويش. دائما تسأل عن السبب. أغلب الأحيان السبب بالقطعة يكون مسبوق يا أما because، يا أما cause، يا أما to، يا أما since، يا أما for، يا أما sorry أي since لكن مو for، therefore، okay، as a result. هذول كليتهم شنو؟ هذول بمعنى راح ينطون السبب. because of سبب. okay، زين. فإذا شلون ألقوا في الحل مالته؟ أشوفه مسبوقة بهذول الأدوات. مرات يكون حتى السبب قبل، يعني قبل أو بعد الـ because. okay، for example why did she cry. why، أحذف الـ why، أحذف الـ did، وأضيف ed in من للـ cry. صارت she cried because، وأكمل. فشنو كانت إجابتي؟ because. إذن why تسأل عن السبب أغلب الأحيان، مو دائما، أغلب الأحيان يكون السبب مبدوء because، to، so، since، therefore، as a result. okay، بس as a result يصير مثل السبب قبلها مو بعد. زين، نجي على الأداة الرابعة اللي هي who، معناها من. دائما أخلي بالي من أحذف الهو، يعني بمعنى أكو فاعل مكانها. who broke the window. who broke the window. من أجي أحذف الهو مو حذفته، أنزل الجملة بلي أي تغيير، أوكي؟ وأخلي ببالي إنه هنا النقص، يعني أدوراني هاي الجملة وين ومن فاعلها، وهذا حيكون الإجابة. هوز معناها هوز معناها لمن، أوكي؟
دائما إجابة الهوز، لأن هي دا تسأل على تملك، فإجابتها لازم تكون هاي الجملة محتوية على تملك. شلون تملك؟ وتملك ويش يكون؟ يا أما possessive S، يا أما of، يا أما ضمائر صفة التملك اللي هو his, her, their, my, our, with your، اللي يسمي عليها possessive adjective، أو مثلا possessive pronouns اللي هي ضمائر التملك hers, theirs, mine، ours or yours. إذن من أحدث الهوز لازم الجواب اللي أنا راح أختاره يكون يحتوي على زمن. إذن الوين من تحذف لازم الجواب يحتوي على زمن، والواي من تحذف يكون محتوي على سبب، وخاصة بها because وجماعته. الهو من يحذف يعني بمعنى لازم أكو بها فاعل، والهوز من تحذف يعني بمعنى لازم الجواب يكون بتملك. زين، how long معناها ما طول المدة، تجي همتنا ما طول المسافة. إذا ما طول المسافة يعني أكو، يعني أكو رقم، لكن إذا ما طول المدة حيكون الإجابة عنها يعني since أو for. Number 7 how much، how much كم الكمية، يعني تخلي بالك من تحذفها الجواب مالتها لازم شي يكون بكميات، مثل إيش؟ مثلات little، some، والألوت of، مرات تجي أنيهم. How many كم العدد، يعني بمعنى أني من أحدثها الجواب راح يجيني يكون برقم، أوكي، أو يكون بأحد الكوانتيتيز اللي هو any، many، few، some، ألوت of. الماني هو حتى أذكرك أنه هي تابعة للماني. أوكي، خلصنا ال WH questions. هسا نحاول نطبق على هذه المرة. نجي هذه الجاية بال2018 الواتر. واتر احنا مش متفقين كم قراءة، 3 قراءات، القراءة الأولى نقراها على السريع، القراءة الثانية إن أقراها وأترجمها، والقراءة الثالثة تكون بعد ما أقرأ الأسئلة. القراءة الأولى أنا ما راح أسويها، لأن إذا أريد أطبق لك هذا بحذافيره غير يردي فد 30 دقيقة، وأنا أريد أختصر المحاضرة. فخلينا نقول إن احنا قريناها القراءة الأولى، نجي بالقراءة الثانية شنو أترجم الكلمات اللي أعرفها. For example, water is the most important liquid on earth. قرأتها ما عرفت منها بس كلمة water اللي هو ماء. خير يعني إنه أنا عرفت الكلمة، لأن هو أصلاً كل القطعة راح تدور عليه من على water، على الماء. قرأت water is the most important liquid on earth. عرفت كلمة important، أوكي تمام، إن الماء مهم. إذا عرفت السالفة والقرط عهنا كلها علينا على الوتر المهم. liquid هاي دا ترجمها إليك معناها سائل. on earth على الأرض. we can't live، we can't live، عرفت بس كلمة live، live يعيش، لا نستطيع العيش. without it بدونه. without water بدون الماء. we will die of thirst، سنموت من الجوع، من العطش. الكلمة هنا عرفت وقلت ست، هذا سطر كله عرفت بس داي. اوكي تمام انت كمل، يعني من كل سطر يعني تعرف لك كلمة كلمتين راح تتجمع الفكرة. بس هسه انا اذا اقول لك المقترحات انه يا كلمة تعرفها واترجمها بسرعة ما حتى اقدر احل. زين، 3/4 of our planet، 3/4 الكوكب مالتنا is covered by water، مغطى بالماء. نكمل. most is أغلب in oceans اللي هو المحيطات، seas البحار، and rivers والأنهار. قولي كل المعرفتين عادي، قلت لك أنا إذا ترجم لك هسه حل قدامك، بس أنت كلمة حتى لو كلمة لو عرفت بس rivers على الأنهار أوكي تمام عرفت الفكرة، يعني هي كلها الفكرة علي من على water. زين، some is frozen، معظمهم is frozen يتجمد، and forms يشكل، ice جليد، at the north and south poles بالقطبين الشمالي والجنوبي. هذا كله ما عرفت منه ولا كلمة، بس كلمة ice جليد اي اوكي، يعني اني قصي على الواتر، هنا صار، هنا الواتر صار جليد. فهمت شلون هي شكل قصدي؟ حتى لو كل سطر تعرف لك كلمة راح تشكل عندي. Water goes round and round. شبيه مي يدور
in a process في عملية called تسمى the water cycle عملية تدوير الماء. Clouds الغيوم in the sky في السماء contain تحتوي تحتوي water الماء as a gas كغاز. قريت هذا كله ما افتهمت من عنده بس water الماء افتهمت الغاز اللي هو غاز. إذا هنا بهذا السطر الماء صاير غاز زين. Water vapor اللي يقصد بيها شنو بخار ماء vapor صعبة ما ماخذها قبل أوكي بس عندك أنت كلمة غاز دلتك. This gas هذا الغاز أو هذا البخار becomes أصبح liquid سائل and falls to earth سقط إلى الأرض as rain كمطر. قريتها عن كلها ما عرفت ولا كلمة بس غاز يعني يشرح لك عليه هو or snow. The rain المطر brings water يجذب يجلب الماء to seas للبحار rivers انهار and lakes البحيرات. Water also goes الماء ايضا يذهب الماء to soil هو شنو تربة and it's taken هذا هنا اكو taken up by plants يأخذ من طريق بواسطة النباتات. Like all animals مثل كل الحيوانات you need تحتاج water الماء to stay alive حتى تعيش. Your body جسمك loses water يفقد الماء. When you breathe لما تتنفس or sweat أو تتعرق. You can تقول هذا هم قريته كله كل شيء ما افتهمت. افتهمت بس animals حيوانات اي اوكي تمام يعني احنا قصتنا على المي وهنا حيوانات يعني ده يحكي على حاجة الحيوانات وكلمة alive عايشة افتهمتها لعد هسه. هذا الجزء كل شيء ما افتهمت منه بس breathe اتذكرها بالدرس الاول ما اخذيت من اليونت الاول معناها يتنفس وbreathe بدون اي هذا كنفس زين. You can go for many weeks تقدر انه انت تستمر عدة اسابيع without food بدون الطعام. But لكن if you go for 3 or 4 days اذا استمريت 3 ايام او 4 ايام without water بدون الماء you could die ممكن انت تموت. هم انا قريتهم ذولا كليتهم كل شيء ما فهمت فهمت بس food طعام يعني اوكي دا يحكينا علي من على حاجتنا للطعام. والسطر اللي وراه بس فهمت انه داي يموت without water داي انه بدون المي راح يموت. يعني احنا من عرفنا الفكرة الرئيسية انه على الماء تفاصيل كلها نقدر نفهم زين. Plants to النباتات ايضا need water تحتاج الماء to live كي تعيش. It is therefore necessary ولهذا necessary شنو necessary ضروري that we make انه احنا make use نحسن استخدام our water مياه هنا carefully بحذر. وريدوا لكلهم صعباتهم كل شيء مفتهمت صح بس انت فهمت فكرة رئيسية. We must try not to نحاول على ان pollute انه لوث the water هاي كلمة واحدة بس هنا رطبة عصاب جزئين the water الماء water sources مصادر الماء in the world في العالم. هما انا قريت راح تقول انت تقريبا ترجمين بس احنا ما نعرف معنى ارجع هم اكرر شنو الفكرة الرئيسية صارت عندنا. وهنا لو على كل سطر تعرف لك كلمة راح تربط هاي الكلمة بالفكرة الرئيسية زين. We should also use water wisely. علينا أيضا أن نستخدم الماء بحكمة. Okay? So that لكي there will be enough يكون أنه هو بصورة كافية يعني يكون عندنا صورة كافية منه left تبقى for our future generation لأجيالنا في المستقبل. بس أنا مو قريتها مرة واحدة خلي نقول هذني كلهم ما افتهمتهم هم كل سطر افتهمت لك كلمة صار عندك فكرة رئيسية اللي هي منو الماء. فكرة رئيسية أغلب الأحيان ممكن تكون بالسطر الأول أو بالسطر الثاني أو الثالث
شلون تعرفها؟ الفاعل او الكلمه الاكثر شيء تتكرر هي هاي حتكون فكره رئيسيه. اذا تنتبه انه السطر الاول شنو الفاعل مالته اول شيء؟ ووتر. اوكي تمام؟ زين طلع هنا السطر الرابع اول شنو ما نبلش؟ ووتر. شنو اكثر كلمه تكررت عندك هنا؟ ووتر. تمام. هسه اجي ايش اسوي؟ اجي احل نمبر 1 وات از ذا ووتر سايكل. بس انا ايش قلت لك هنا لازم كم مره قاريها؟ قاريها مرتين، مرة على السريع والمرة الثانية انه اني اترجم. هسه شنو؟ هسه اقراهم الاسئلة وبعدين ارجع عليها اقرا قراءة ثالثة. بس اني راح احل لك قبل، ليش؟ قلت لك دا اختصر لك بوقت الفيديو. What is the water cycle؟ اعتبرت روحي انه اني هسه قريتها ترجمتها، قريت كل الاسئلة، هسه ايش اجي؟ اقراها هم قراءة اخيرة. اذا عندك وقت قرأيها بعد قراءة. اوكي؟ قراءة ثالثة هسه قريت أسئلة أقرأها قراءة ثالثة. من أقرأها بالقراءة الثالثة راح أكون أرد بين الأسئلة اللي قرأتها وبين شنو؟ وبين القطعة. أوكي هسه قريت الأسئلة، قريتها قراءة ثالثة، وراها شو أسوي؟ أبلش أحل. نمبر 1 What is the water cycle؟ أول خطوة شو أسوي؟ أحذف ال what. تمام؟ الإز وين أرجعها؟ ورا الفاعل. صارت the water cycle. The water cycle is. أجي أدور وين ال water cycle is. واضح؟ إياته. Water cycle. بس وراها نقطة. أنت متعود إن شنو تنزلها للنقطة. بس أنت شأفهم شنو؟ صاير التعريف مال water cycle اللي هي عملية تدوير الماء. وين صايرة؟ بالبداية. إذا وين من هنا حتكون الحل؟ من ووتر لحد كلمة سايكل. زين الحل النموذجي هاي هي شنو؟ The water cycle is الحل النموذجي the process. قولي منين جبتي هاي process؟ موجودة هياتي باور. Water cycle is the process of going water round and round. زين تمام منين جبتها؟ هاي water cycle. بس التعريف صاير هنا مو وراها. قولي زين بس انا ما كتبت نفس ما انتي، هاي منين جبت ال ing؟ جبت ال ing هنا للضرورة ما للمعنى، حتى اسوي تعريف ان ال water cycle is the process، هو عملية of going water in الماء round and round يدور. اوكي قولي زين بس انا ما اعرف ما عندي معنى، فسويت اني من شفت water cycle نزلت من water لحد كلمة cycle. صح؟ طبعا صح. اوكي زين نمبر 2 3 quarter of our plants. شوفي هنا عندي true or false، اذا هاي الجملة ادورها وين الجملة بيها quarter of our plants is covered by water؟ وينها؟ Three quarters of our plants is covered by water. الثلاث مالتنا متغطية بالماء. نفس السطر بوحياته. نفسه؟ إيه نفسه، ماكو بيه تغيير. إذا الحل مالته شنو؟ شوف ماكو اختلاف بيناتهم. Okay. نجي number three. When does your body lose water? نفس الشيء. إيش أسوي هسه؟ أحذف وين؟ it does أحذفها. إيش أضيف للفعل؟ s. أدور الجملة. your body loses water. وين your body loses water؟ أدورها. وين؟ إياته. your body loses water. يفقد الماء. when you breathe or sweat. لهنا أقرأ. هذا هو جوابي. إذا جواب number three. نمبر 2 قلنا شنو جوابه؟ true. نمبر 3 مني your body loses. أكمل لحد تمام ماما؟ نمبر 4 what do clouds in the sky contain؟ نفس الطريق وهو أحذف الوات
احذف الدو، بس الدو اذا تحذف هنا ما راح اضيف لها اي شيء. زين صارت clouds in the sky contain، ادور وين السطر هذا لان هذا نص الحل الثانيه. اوكي هي clouds in the sky، clouds in the sky contain water as a gas water vapor لحد اوكي هذا وين هذا السؤال فور. clouds ورا ما حذفنا نزلنا الفاعل in the sky okay contain اكمل لحد النقطه طلعت عندي تمام. number 5 why is water very important to us؟ ليش انه الماء كلش مهم لنا. احذف الواي، ايش قلت لك الواي من تحذفها لازم تكون حلك محتوي على شنو؟ على سبب. اوكي مرات ألقى because to because therefore مرات ما ألقى. زين خلينا نشوفها water very important to us، ادور وين كلمة important صفة اللي هو المهم بالسطر الاول. water is the most important liquid on earth. خلص الحل؟ لا ما خلص الحل لان ما انطاني لحد هسه السبب، بس قال لي نفسه هذا كبر فوق انه الماء مهم على الأرض. مهم إن على وين الحل عد وراها. we can't live without it without water we will die all thirst. okay. number 5 شو راح أحل بطريقتين، يا أما من شفت ال important ويا الفوق تنزل السطر لحد النقطة، يا أما إذا عندك معنى تو لأن أنت باو عنا مدرج مال الوزاريات طريقتين منزل. شرح تقول water is very important. water is very important to us. لنا بيشرح because هو ما حاط لي because بس أنا راح أخليه حتى يطلع عندي صح. لويش ضع وين الحل؟ الجملة الأولى هي نفسها هاي الجملة اللي أنا حاطتها، فرق بس كلمة liquid on earth معوض عنها مكان to us. اوكي اذن وين حلي راح يبلش؟ we can't live واكمل لحد النقطة without it without water. طبعا هي هنا انا فارزة without water we will die of thirst، احنا لان بدونه راح نموت. يقول لي زين سد هسه قبل شوية انتي خليتي ing هنا خليتي because، ليش because؟ لان قلت لك جواب كل واي حتكون because. واللي زين بس اني هم ما اعرف انه هاي انزلها because لان انت هنا قلتي لان معنى محتاج انه اخذ because ونزلتها. اني من شفت الimportant شفتها من شابهها ويا الفوق، فمثل ما انت حليتي بس ما حطيت because. قبل قلت water is the most important liquid on earth or the water is important to us we can't live without it without water we can die of thirst. تطلع صح إمام تطلع صح. زين السكس الأخير اللي هو التايتل، خذ الله روح التايتل أفهمك شو أني هذا من حليته هالشكل إنه أني أحذف الأداة وأحذف الفعل المساعد وأعالج الموضوع مع الفعل المساعد إنه يا أرجع يا أحذف وأضيف S أو E D. نزلته عرفت المتشابه من الفوق نزلت لحد النقطة مع مراعاة فكرة السؤال. منين أعرف فكرة السؤال؟ أعرفها منين؟ أعرفها من أداة السؤال إذا محتاجة فاعل أو محتاجة سبب أو محتاجة مكان أو محتاجة زمن. أوكي؟ زين. بس تقولي بالحل هسه شوية صار تغيير. شنو التغيير؟ التغيير إنه حطيتي مرة because ومثلا ديتش مال ووتر حطيتي ing، هاي للضرورة مال المعنى. قولي زين اني من حليت نزلت نصا من القطعة صح؟ اي صح دائما صح وهو دائما صح 80% صح، بس هنا القطعة مالتك اذا نزلتها تطلع صح. اوكي ماما يعني عندك انت خيارين، اختيار الاول انه مثل ما فهمتك حذفت وسويت، انت لو ما حذفت ونزلت مثل ما هاي الخطوات كان ما دليت الحل مالتك مو تمام؟ زين
فبإمكانك إنه أنت تنزل وتشوف شنو محتاج الجملة أضيفة. بإمكانك إنه أنت بس تشوف هذه الجملة ولا ما حذفت، لقيت المتشابه مالته اللي فوق نزلته حتى حد النقطة ما مع مراعاة فكرة السؤال. صح صح أوكي. بس نرجع التايتل اللي أنتوا سويتوه معملة وهو كلش بسيط وسهل. الفكرة هسه أنت ما قريتها كلها، على منو تحكي؟ على ما يعني أنت إذا تقول بس water كابت اللتر خلي دني أفواص الاثنين الفوق أوكي تمام زين. وإذا لقيت what إذا قلت water and our life صح. إذا نزلت الجملة الأولى water is the most important liquid on earth صح. إذا قلت water is important صح. كله صح ما عدا ما عدا تقول لي good story bad story قبل صح. تمام ماما لهنا أنا خلصنا القطع الخارجية. إن شاء الله يا رب نكون إنه أنتم استفدتوا من عدا. أي سؤال أو أي شيء خاصة يا أما بالتعليق تخليلي يا أما تراسلني على تليجرام. إن شاء الله بالتوفيق.